واش الاخوان هانين، كل شيء مزيان. اليوم جيت نعود لكم واحد القصه صراحه اللي عجبتني، قصه واعره بزاف بزاف بزاف. الاخوان واحد النهار بين واحد الزوجين، فراك عارفين ملي كيبقى شي خصام بيناتهم، الزوج كينوض يضرب الزوجه ديالو، كيتعدى عليها بزاف، كيكرفسها. واحد النهار واحد الزوج ضرب مرتو، ضرب يعذبها بزاف. فديت المرا كتبكي، مشات تحضر البيض، بدات كتبكي لأنها عذبها بزاف. فصدفة دخلوا والديها، ملي دخلوا والديها لقاوها كتبكي. قال لي علاش كتبكي؟ قال لهم لأنني تفكرتكم وقلت يا ربي غير نشوف والديا، فالله حقق لي حلمي. فسمع الراجل ديالها، وملي سمع الراجل ديالها فحزن بزاف وندم بزاف على الضرب اللي ضربها. فمشى عنده وطلب منها السماحة واعتذر منها وباس لها راسها، فقال لها سمح ليا بزاف. ومن هاد الخلاصة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة هي الحياة. وهذه هي القصة اللي عودت لكم عليها الإخوان، صراحة عجبتني بزاف وبغيت نشاركها معكم. والإخوان كنت لكم تسنوني في فيديو جديد إن شاء الله. بيس ليكم.